صعود كل عناصر الولوديه تقريبا. اسحب القامه الطويله دخل كاد عثمان يسجل ضد مرمى بعد هذه الكره الثابته نفذت من بوادي دخل وبراسيه كادت ان تفاجئ الحارس لوفو عثمان مانديلا كاد يباغث الجميع ويفتتح باب التسجيل بعدما عجز هجوم المولودية عن التسجيل والنتيجة تبقى 0-0 بعد مضي 20 دقيقة كاملة. سنشاهد بعد لحظات مع المخرج يزيد بالكوت الإعادة للمخالفة كيف نفذت من العلم دوادي برأسية من عثمان مانديلا حتى المهاجم لا يسددها بهذه الطريقة. أكيد حتى كما قلت ولكن كانت نيته هو إخراج الكرة إلى الركنية ولم يفلح في ذلك. إذن تضيع هذه الكرة على البولودية.